عليكم وشحركم ياكر خير معكم الخوار من تضاف رئيس نادي داعيني الشيخ الرضا. الدولة لين تعود ما فيها العدالة تعود عبارة عن قاب، تعود عبارة عن قابة، ولين عود رجاجي لين يوقف عند الشرطة يجبر سوء المعاملة، ما هو سارق ولا هو كاتل ولا هو معدل جريمة كيف اللي تعرضت لوانا، ولين عود رجاجي وخذ من داره عقاب الليل ما هو آمن إنه له ينقتل والله له يعدل له جريمة، هذا تعود دولة لا معنى لها. ضرك من هون ليه نقولوا عنا طالبين من الحكومة تقوم بدورها وتوعى الفوق وتطبق ذا الشعب الضعيف تطبق له العدالة. نحن هذا دائني شيخ الرضا راعينا ما فتنا راينا العدالة إلى الصبح اليوم هذا، والصبح عندنا المحكمة ونختاروها نجبر العدالة فيها، يا قال ما فتنا راينا العدالة ولا فات وطبق لنا شيء. المحكمة لا عادت لا تحكم ضدنا، تحكم ضدنا بالعجلة، ولا عاد تم اللي له تعاوننا وتعطينا حقنا تعطيه لنا بالعجلة، يا قال كون انها تم صامتة ذاك هو ما هو مقبول. هذا اللي خلى ذا الدولة نعوذ بالله تعود في الوضعية اللي يرثى لها اللي بهذا الظلم فيها ولا بهذا من سكات. يا سيد الرئيس تكلم كافي كذا من سكات وقوم لفوق وخلي العدالة طبق العدالة، وزير العدل يطبق العدل، والشرطة تقوم بدارها. راه هوالك شرطتك اللي عبارة عن مافيا اللي عبارة عن مادة تنحر ذاك الخلق الجاهة. أنا هذه وقفت علي سبتني جاية لداري ندور الراجل نتعاطى معاه في وضعية تفاوض أنا هو فيها، ووقفت عند كوميساري تعرفات رقم واحد ولين وقفت عنها دواية نحكم عني ونحكم عني ينطاري طبيبي في تلفون حاجزينها. هذه ما هي عدالة ولا هي دولة. الخلق يظل ينقتل ويذبح ليل ونهار، أولادنا بهم المخدرات يوزعوا حتى في السجن، هم يخترقوا السجن اللي عن السجن شغلة لهم يشتغلوا فيها ويجبروا عمل بينما خارج ما يجبروا شغل قول الرحمن. هذا خط لخلالك حل الدولة في حالة يرثى لها. يا سيد الرئيس يا الدولة يا الحكومة قومي، أولادك خلاو وأمناتك خلاو، الاغتصاب الليل والنهار ما لنا ما بينعشي، حكم الصبح لا يعدل والله بعده لا يرد لنا حقوقنا نحن مستعدين له. ادفوا بها لا يتم ولا فاتنا مطرحة فم عند المحكمة ولا تقدم أمر، ما تقدم الدائنين اللي هم السنوات مساكنين المحكمة لهم فيها سنة زايدة، ما تقدم شي من بلو. هذا ما هو صالح ولا هو لايق، ذا الخلق ما عنده باش يخلص الكراي وخلا وذره أخلى وذره. قوموا يا سيد الرئيس طبق لنا العدالة يسوى نبتها شنهي، قال نحسون احنا بعد انه طبقت لنا العدالة، يسوى الصلاة تبكينا، يسوى لا يصحكنا، يسوى قد الخالق، ما يقد يعود محمد والعبد العزيز ينجر في نقر المبديات كل نهار يمشي وقع عند كوميساريات، ومحمد هو شيخ الرضا ما هو قاد يقرب منه رقاش، هذا ما هو عدل له شيخ خلق الرحمن، هو فوق القانون والله المردة شنهي. شكرا. شيخ الرضا ياك هو فوق السلطة والله فوق القانون والله أكبر منا والله أحق هو في موريتانيا منا نحن، علاش؟ ها؟ والعبد العزيز ما هو موريتاني؟ ها قال له شيخ الرضا واللي موريتاني، نحن وابو العبد العزيز ما لنا موريتانيين، ها يا زين حتى نداروا حقوقنا، يا سيد الرئيس يا قزواني نداروا حقوقنا، سمعت الناس عاد يكتلوا ليلة ونهار، ناس خلاو ما دنيا الشعب كلهم لا ياكل الاخر، ها وكتيل بركاتي الا بهم الجوع وقلت الشقل، سمعتي؟ ونحن ديارنا مقبله، راعينا في بديات، راعينا في كل بلاده، يوك تلك بركاتي الناس اللي عندهم يتامى وارامى، شنو تقول ربك يوم القيامه؟ لا تقول عنك انت معناك عالمي ولا شيخ الرضا ما قد تسمي، ويلك من الله بقى. السلام عليكم. انا عشت ومتسعي راني ماشي هون رئيس الجمهوريه من المنبر عن كافي كافي النساء داينات الشيخ رضا من من من, من التشرد، وكافي للاطفال اللي خسرت قرايتهم من التشرد، وكافي للناس الضعيفه اللي مساكنه ما تلا عندها بال منين ساكنه ولا تلا عندهم باش يكرو، وطالبين من رئيس الجمهوريه يرد لفته كريمه على داينات الشيخ رضا، على هذو النساء الشريفات، على هذو النساء اللي كافحوا من اجل حقوقهم وابتطوا في الشوارع ونحبسوا في كوميساريات ولا ما مللهم ولا كللهم ومازالوا يطالبوا بحقهم. ورانا من ذا المنبر طالبين للسيد الرئيس، للسيد رئيس الجمهوريه عن هذو العلايات يرد عليهم اللفته وندوروا ملي تطبيق العداله، لان لو كانت العداله خارقه وذي كلمه وفت قلتها، لو كانت العداله خارقه ولو كانت طبقت في الشيخ الرضا ومثاله ذيك الساعة ما كنت نقولها والله راعيني لا نقولها، لو كانت العدالة وطبقت في الشيخ الرضا والخمسة اللي معاه ما يعود خلق القتل
به اللي تعود الناس خايفة، لأن هذا الراجل اللي ينهب ممتلكات الشعب وطبقت فيه الشريعة، مات لحد يقد ينهب مال حد.